رجعنا لكم اليوم بالفيديو الأسبوعي بكل ثلاثة على صفحة اليوفنتوس. راح أحكي بيها عن الأكزيما. الأكزيما هي نوع من أنواع جفاف البشرة أو جفاف الجلد. ممكن تصيب كل الأعمار. أكثر شيء تكون عند الأطفال حديثي الولادة، تكون مثل التقشرات وإحمرار ويصاحبها حبكة. ممكن عند الأطفال بعد سن 5 سنين أو 6 سنين تروح، وممكن تكمل خصوصا للي عندهم ربو. ممكن انه ترتبط هذا الشيء، اللي عندهم ربو يكون عندهم اكزيما. اما هل هي معدية ام لا؟ فهي ابدا مو معدية. تصيب بعض الناس كبار يعني الكبار، او مرات تصير كبار العمر او ربات البيوت اللي هي يسموها الاكزيما خصوصا بالايد، ممكن انه تصيبهم. علاجها يكون أغلب أنواع الأكزيما العلاج يكون، لأن هي يسموها أتاكس، يعني تجي مثل الموجة وبعدين تهدأ. فأثناء الموجة لمدة 5 أيام أو أسبوع أكثر شيء بكريمات تحتوي على الهيدروكورتيزون مرة واحدة باليوم نستخدمها، وخلال اليوم المرطبات. استمرارية استخدامه خصوصا اللي تحتوي على السيراميد، مادة السيراميد ممتازة جدا للترطيب وللأكزيما. أما بالفترة اللي هي تهدأ بيها نبقى نستخدم الكريمات الترطيب بس بدون الهيدروكورتيزون أو الكورتيزون، ونبقى نقلل من استخدام المي أو نحاول نستخدم الغسول اللي هي تنطينا ترطيب وتحافظنا على الطبقة الخارجية من البشرة، لأن عادة أكثر شيء يتأثر أو هو الانديكيشن مال الأكزيما هو يصير مثل السكراتش أو دامج للطبقة الخارجية من البشرة يصاحبها حكة. فإحنا دائما نستخدم الغسول اللي تهديها، اللي ترمم أو تحافظ على الطبقة الخارجية من البشرة، بالإضافة إلى كريمات الترطيب مثل ما قلت أثناء الفترة اللي تهدأ بيها، حتى نقلل المدة ما بين أتاك وأتاك، يعني ما بين موجة من الأكزيما والموجة الأخرى، تكون بدل ما كل 3 أشهر تصير كل 6 أشهر وكل 9 أشهر وممكن كل سنة إلى أن تروح وتختفي إن شاء الله.